يا جمالك. أنا أبوي حتى هلا أبوي هلا 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 حبايبي التكبيس يا حبايبي التكبيس ما يجيب فلوس بس يطلعك سبلور فاتك فون تكبيس يعني حلكم على التكبيس التكبيس والتشيّر يا عمري نان شكرا شكرا والله هدية جديدة أنا ما أعرف شنو الهدية هذا بس مشكورة حبيبتي لو شنو كان كل شي منك حلو نان جديدة فما أعرف ما أعرف قيمتها عشان جديدة أم يوسف يا حبيبتي أم يوسف الحقي له انا شيء ما ادري شنو مو حافظه المشكله راقب حوش صاحبك عني راقب صاحبك جنني راقب هلا هلا شو رايكم فيلم احلى من هيفا وهبي مالتكم هيفا وهبي وهيفا وهبي لو تدفعون ألف دينار ودشون تشوفون مسرحيه هذا دشون عندها حفلتها تدفعون عادي زي السلام عليكم عشان هذا راقب شو سحبك عني راقب سحبك جنني راقب عادي انا اسوي لكم اعطوني 50 دولار مو ألف اعطوني 50 دولار راضية مو 1000 دينار 50 دولار تدرون تامر حسني يا عندنا حفلة بالكويت ماشي كان ودي اروح ماشي كان ودي اروح حيل بس ما كنت ادري الا اخر يمكن اخر ساعة قبل الحفلة بساعة اتصلت عليهم تخيلوا تذكرته كم 100 وشي تذكرته كانت 100 وشي اتذكر بس ما اذكر 100 وكم بالضبط بس 100 وشي اتذكره اوكي كان في هي يبدأ من 40 دينار ل 100 وشي بس ابو 40 خلص وب80 خلص الناس تدور رخيص طبعا اوكي كان في 40 في 80 وفي مال 100 وشيء كذي هذا كله الرخيص خلص بس موجود الغالي ماشي بس انا قلت يعني ادفع 100 وشيء واخر شيء اروح بنص الحفله لا والله حرام حسيتها حرام تبذير لا عشان كذي فكرت فيها قلت ما انا ممكن افتح اغاني باليوتيوب واسمع اغاني ضروره اروح الحفله عشان شنو الوناسه لما انا اروح الحفله ما انا ممكن افتح اغاني وشي ببلاش الله يخلي اليوتيوب ببلاش وتسمعين اغاني لازم اروح ادفع شكرا عواشه شكرا توتا شكرا لكم صح اي حبايب قلبي انا مدبره ايش فيكم تشعرفكم انا ها اخاف صدق مدبرة انا ادفع فلوس عشان اروح والله اشوف مطرب انسان حالي حالة اروح ادفع 100 دينار عشان بس ادش اشوفه
شو الناس التافهة هذه؟ أنا أدفع عشان مسرحية اسمي أروح أضحك مسرحية ما في باللي هذا، بس أروح والله عشان أسمع أغاني؟ ما أنا أسمع أغاني باليوتيوب وانتهى الموضوع، ولا أدفع فلوس ببلاش أي حد يدش يوتيوب. سيني كريم يا عمري صادقة صح عليكم، تدرون والله العظيم لاني غالي اوفر يعني صدقني ما راح ادفع 100 دينار عشان اروح حفله هني. تدرون حضرت حفله منو؟ حفله ايهاب توفيق اصدمكم بكم؟ والله العظيم يمكن 20 دينار 20 دينار. وايهاب توفيق يعني مطرب معروف وانا احبه، بالعكس من المطربين المفضلين عندي، حيل احبه حيل مو شوي. اوكي هذا حب المراهقه لما كنت صغيره وكذي، كان هذا فتح أحلامي قسم بالله، كان هذا فتح أحلامي، كان ودي ودي شيء صدفة حتى لو صدفة، بس ما خلاص كبرنا عاد. والله لما قالوا لي إني هب توفيق وكذي والله العظيم استانست على طول، رحت والله العظيم كلمتهم قلت لهم ما احجز بالتليفون ولا لازم اي، قال لا لازم تجين وشي، رحت مبكر عشان شنو ما يكون زحمه، وصدق كان زحمه عليه زحمه زحمه لان الناس تحبه. اوكي بس انا مطرب ما احبه وكذي، لو 20 دينار والله ما ادفع، لو 20 دينار حتى لو 10 دينار ما ادفع، بس انا حيل احبه. اول شيء شوف لما احب اروح السرايا ترى ال 20 دينار مو عشان انت دشيت شفت المطرب، لا تطلبين فيه اكل، تطلبين فيه كل شيء، مشروبات اكل وكذي، يعني مثلا تدفعين 2000 جنيه تطلبين اللي انت تبينه بال 2000 جنيه، فهمتي؟ مو عشان انك انت دشيت الحفله. ومنها تغيير جو، والله حلو والله العظيم وناسه، والله راح تحل حلو وناسه. والمشكله قاعده اشاور له ايهاب ايهاب شايفني شي، المشكله مو شايفني احول يطالع شي، قلت ابغى اقوم له والله العظيم نرفزني، والله ايهاب ايهاب شافني والله العظيم اسوي له كذي. لا تقول مطرب مشهوره، لا والله نسيت اني مشهوره قسم بالله نسيت اني مشهوره، والله المفروض اكون رزينه تكانه، لا عارفه اللي كان كانك شفتي شي شخص حلمك انك تشوفينه بحياتك وشفتيه قدامك بالصج. ايهاب توفيق مئة دينار بالسعودي كم؟ 1200 او 1300 كذي، بس صدقوني يعني انا لو مبلغ كذي الف وشي يعني لو 100 دينار ولا شيء ولا 60 دينار ولا شيء والله ما ادفع ما ادفع، انا ادفع عشان اكلي مو عشان دخول السرايا. قبل ما اروح لازم اسال منو المطرب اللي بتجيبونه، والله ادق عليهم منو المطرب اللي تجيبونه، مطرب هذا اللي يغني يحيي الحفله، يقولوا لي مثلا فلان لو اوكي يعني احب ان اسمعه ولا شيء او حابته اروح، مو حابته ما اروح. هذا التكبيس يا الربع، التكبيس اللي صار اسولف ونشف ريجي واخر شيء تشيل تكبيساتكم، ما توقعت منكم صراحه. افا يا ربعي افا، بس افا ما هقيت ان ربعي يسوون كذي، انا خلاص زعلت وما راح تراضوني ابد، ما توقعت يا الربع. شوفهم اوف 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 يعني حتى وجهي
شوفوا بشو بشو سويت سويت. احنا ما اتفقنا على كذي. هذا من عند سوسو ايام الحب كله. سوسي حبيبتي بالقاهرة. سوسو ايام على فكرة تدرنا بالقاهرة. والله كلمتني بالقاهرة. امبي فتنت عليها يمكن هي ما تبيني اقول لحد. طلعت في التلة وانا ما ادري. هلا 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 التكبس يا ربعي. الحين الناس يقولون شنو عني؟ يقول ربعك مو اقوياء ما قاعد يكبسون. ما يصير هيك. ما بي احد يشمت فيني يعني. برستيج ما يسمح. شوفوا 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 هذا عشان اخفف. هذا بشوش ريم خليك كيوت. صح صح يلا نسويه. شفتوا هذا حبايب قلبي؟ هذا طبعا الاضاءة مالت سوسو ايام حبايب قلبي. عمبي شوفوا تحطوا هني كذي على خدك الحلو. حطوا كذي من هني. شيروا اللايف يا الربع بعد اذنكم. شيروا اللايف. شيروا لرفيجاتكم اللي تبون تلوعون جبودهم. شيروا عليه عشان يروح جبودهم احسن. انا ادري في اكيد في ناس عندكم منغثين منهم. فاللي منغث من احد يروح على طول يشير عليه. ما انا الاضاءة بخففها حبايبي بخففها. هلا ابوي هلا 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 ابوي. طبعا بخففها. شوفوا وين هذا. شوفوا حبايب قلبي انا اقول لكم شيء والله صدق ما راح تندمون. يعني صدق وراضي يطلع. احط بلاشر. ليش احط بلاشر اختي؟ ما يصير عيب. ما اتفقنا على تي. تضحكي تي الابتسامة الخايسة مالتي. اقصد تي. تي. عشان يطلعون الوجنات الحلوين. حتى وجناتي صار يفشل. هذا انا قاعده اسوي عشان يطبطب. مراد الطبطب والله. صدقني يعني انا كذب يعني. شوف اشتغل اسوي تي. شوفي حبيبتي لو انت متزوجة غصب عنك وتبين تنحشين زوجك شنو تسوين؟ تسوي ميك اب. انا الحين اعلمك طريقة لو سويتيها على طول ثاني يوم انت بيت اهلك.
لو انت ما تبينه لا وشارت شنو تاخذين جميع حقوقك راح يكره اليوم اللي فكر يتزوج فيه. شوفوا جي حط هذا خلا بيدي انا ما احب احط هذا المفاتح بجي انا خشم ما احب بالهذا لحظه شوفوا حطوا هني كذي لا تحطونه من فوق علشان ما يصير خشمش كبير انتوا بروحوا خشمش كبير تكبرينه زياده ليش عشان تعرفين انا يا اختي شوفوا الحين يا حبايب قلبي وين هذا اللون احمر اي هذا هو احب اللون هذا اللي عندهم مسامات مفتوحه نفسي هذا وهذا وهذا الثلاثه هذا لا تستخدمينه هذا يبين المسامات اكثر هلا بريحتين يا اختي وين هذا مسكرة الحواجب انا اعرف اللي في مسكرة العيون بس حواجب ما اعرف والله طلعنا مو عايشين بالدنيا شو نسوي بعد احنا من ايام الناس الطيبين دنيا تطورت يا الربع شوفوا واي 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 تدرون مو جايب شادو اصلا لاني جلطتي ما كفت شو اسوي بعد ما بجيب اشياء وايد هلا بريحة هلي شوفوا يا الربع بروح اشوف هذا اللي شنو اسمه القرش اسلم عليه بس تلقونه الحين نايم حرام تعبان توه ماكل شي شحم فتعبان فخليه يرتاح على ما اروح له اسلم عليه سألتهم يعني يصير ان اطبخها اكلات سمتي بالمطعم سألتهم قلت لهم شنو قلت لهم عندكم سمك قرش ما تطبخونه انا عبالي تطبخونه هني هلا هلا بريحته سويتها حبيبتي انا تار من الله شايفه لون يعني حسستني انا ساطعه البياض الابيض حيل من كثر البياض اللي عندي كرهت البياض اصلا حبيبتي انا قريتي سمراء اسوي تان اصير خاله يعني خالي ها ها تبيني اخرب جمالي
دوب انا معاكم. انا سمرة اسم الله يا حياتي. حبايبي كبس وحبايبي تكبس لا يوقف حبايبي. ايه كذي شاطرين عمري فديتكم. وصل كم؟ 247,000 يا حبايبي. الله يسعدكم يا رب وتدشون الجنة كل واحد كبس وضافني. يا رب يا رب كل واحد يضيفني كل واحد يكبس ان شاء الله يا رب يدش الجنة بدون عذاب ولا حساب ولا سابق عذاب ولا شيء. يا رب يغفر له جميع ذنوبه. ايش رايكم بدعوة الحلوة هذه؟ يعني هذا يستاهل فيها خلال 5 دقائق مليون. ليش ما نمتي بالبث؟ حبيبتي انا انتوا ادري انكم راح تدلوني على الموضوع هذا. شو اسوي؟ كنت خايفة ونمت بالبث. شو اسوي بعد؟ انا اصلا ما احب كذا. انا بالعكس انقد على الناس اللي ينامون بالبث. والله وايد نقدت على ناس اشوفهم بالاكسبلور نايمين بالبس اقول ويع يعني شنو تحس فيه يعني انه والله تنام هو بالبث وكذي. انا انقد على الناس اللي كذي بس انا من خوفي فعشان كذي بطلت اللايف ولا نايمه. انا ما احب ان انا ابطل اللايف ولا نايمه عشان اخذ راحتي بالنوم. شوفوا الحمره هذه كبس وشير يا الربع. الله ما شاء الله يعني قربت يعني في امل ان انا اجيب المليون عشان ننزل نتعشى مع بعض واخذكم معاي بالعشاء واوريكم العشاء اللي بالفندق. شدوا حيلكم يلا علشان شنو يعني ما راح اسكر الحين معاكم لا بنا هذا بننزل نتعشى وكل شيء. والله بتعشى بس مو ببلاش انا بدفع لان شنو لان انا مو ماخذ انا واخذ ماخذ الفندق مع الفطور بس مو مع العشاء. يلا اللحظة المرة الحين كبسوا وشيروا يلا علشان بنبدأ الالينر. ادري فيكم تحبون فقرة الالينر. يا حبيب يلا واي فديتني فديت جمالي. شوفوا هذا المسكري مسكرين احبا. تدرون احلى شيء هني انه في طاولة احط فيها المكياج بدل ما احط على ريولي واقعد اتمكج. والله احلى شيء فيها اني شنو اني اتمكياج. لما خلصت مكياج ابي شي تصاميم حلوه من ايدكم. اوكي ابي تصاميم حلوه وانسوني عاد ابي تصاميم حلوه مو متكرره. شوف طلع شي. الله يا عمري قربت على المليون. والله مستانسه. الله يسعدكم يا رب.
مستانسة يعني قربت على المليون ما شاء الله، والله قلت انكم اقوياء، ما حد صدق والله اقوياء، والله العظيم اقوياء. من كل الجمال يا حبيبتي الله يجبر بخاطرك. شوفوا هلا بريحة هلو. شوفوا والله طلبت لاتيه، جاب لي لاتيه ما قال لي يعني ادفع تحت وكذي، وقعني يعني ان شنو ان ادفع بعدين، وانا ما احب شيء علي، فانزل ادفع تحت. لان ما عنده خردة، شوفهم هذا طبعا من عند شو ايام، هذا مثبت احبه، هذا مثبت ويعطي لمعه، يعني لو انت لابسه حفر او شيء وتحطينه تريح مناسبات، هذا شنو يعني حلوه يثبت حتى الكريم الاساس، لو انت حاطه كريم اساس وكذي يثبت كريم الاساس، وتقدري تحطين على جسمك لمعه، يعطي لمعه بالجسم. مبروك مليون، الله 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 يسعدكم، الله الله مليون ومئة ألف، قسم بالله أقوياء، قسم بالله أقوياء، أقوى جمهور على وجه الأرض. والله من زمان ما أخذت المليون، والله ما أخذت مليون تكبيسة من زمان، والله هو ما يعطيني فلوس، لا تفكرون عشان أنا استانست إني يعطوني فلوس، لا والله بس شنو بس يعني طلع لك سبلور وكذي، فهمتم؟ شو هلا 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 حبايبي، ابيكم انا ابي كبشر مليون، تكفون ابي انزله بسناب، سووا حبتين. ميتين ألف مليون، ميتين ألف والله احبكم قسم بالله يا عمر، الله يسعدكم يا رب. خلي احد يتكلم ويقول ما عندها احد، خلي بس ابي اسمع احد يتكلم معاي، لان الحين يقولون شنو وهمي ما عندها احد.